الأخ أبو عبد الملك سأل عن نصاب زكاة المال بجرام الذهب يا شيخ. زكاة الذهب أو نصاب الذهب، نعم، هو ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمس أواق صدقة. نعم. والأوقية 20، تبلغ 20 مثقالا، والمثقال 4 غرامات و25% من الغرام، يعني 4 غرامات وربع، هذا وزن الأوقية، وحسب بالحساب المعاصر بهذه الطريقة، يعني نظر كم وزن المثقال الذي هو معيار قياسي الذهب، فتبين أن الدينار الواحد يساوي، وهو المثقال، يقابل 4 غرامات وربع. والنصاب هو 20 مثقالا كما جاء في الحديث. نعم. في هذا الحديث، في الحديث أيضا عند النسائي: ليس فيما دون 20 مثقال صدقة، 20 مثقال أي من الذهب، وهي 20 دينارا. القدر الواجب هو 85 غرام، هذا بالحساب، وهو محل اتفاق. نعم. بين عامة العلماء، علماء العصر، هناك من يحسب بأقل من هذا فيوصل النصاب إلى شيء من السبعينات. نعم. 70 غرام، لكن الصواب الذي عليه الأكثرون أن غرام، أن قياس نصاب الذهب بالغرامات 85 غرام. نعم، أحسن عليكم شيخ.